تركيا في دقيقة. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن التعاون بين بلاده وسلوفينيا سيتعزز بشكل أكبر في كل المجالات. وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو يبحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقة الثنائية وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. المنسق الأممي في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول فريدريك كيني يعرب عن امتنانه العميق لتركيا في تأسيس وتشغيل مركز التنسيق المشترك الخاص بتأمين صادرات الحبوب الأوكرانية. الرياضيون الأتراك يحصدون 16 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامية الخامسة المقامة في ولاية كونيا وسط تركيا. تركيا في دقيقة.